بسم الله الرحمن الرحيم. إنذار الخطير وتحذير الخطير لخطأ يقع فيه لخطأ يقع فيه كثير جدا من الناس. الكلام في كتاب الله بغير علم، قس على هذا أيضا الكلام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم، حديث في منتهى الخطورة، تخلي إنسان يتلجم وما يفتحش بوقه وما يتكلمش قبل ما إلا إذا كان على علم. وده خطأ بيقع فيه كثير من الناس، الكلام في كتاب الله بغير علم. اقول لكم دليل انه ان كتير جدا من الناس بتقع في هذا. مره الامام حسن البصري وهو من هو في العلم وفي المنزله شاف رؤيه غريبه، شاف نفسه بيكتب القران على زهريه، راح لابن سيرين، هو برضه ابن سيرين من كبار التابعين، فسر له الرؤيه، فقال له اتق الله ولا تقل في القران ولا تقل في القران برايك، يعني ما تتكلمش في القرآن برأيك. ده الكلام ده مين؟ الكلام ده بيقوله ابن سيرين، بيقوله الحسن البصري. فبالكم بالناس دلوقتي. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ هذا الحديث رواه طبعا هو له روايات كتير، رواه الإمام الترمذي ورواه الإمام النقاشي في تفسيره من حديث عبد الله بن عمر: من قال في القرآن فأصاب فقد أخطأ خطأ أو خطيئة لو وزعت على أهل الأرض جميعا لوسعتهم، ومن قال في القرآن فأخطأ فليتبوأ مقعده من النار. يعني إيه الحديث ده؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك في الحديث لو أنت اتكلمت في كتاب الله بغير علم وجات معاك كده ولو أنت قلته صح أنت أخطأت خطيئة لو توزعت على أهل الأرض كلهم لكفتهم، ولو قلت وطلع كلامك غلط يبقى وجبت لك النار. لا، ده في حديث تاني بقى اخطر منه او في نفس الخطوره بتاعه، رواه برضو الامام النقاشي من حديث ابي هريره: من قال في كتاب الله برايه فاصاب لم يؤجر، ومن قال في كتاب الله فاخطا محي النور من قلبه، ربنا يمحي النور من قلبه. لذلك سيدنا ابو بكر الصديق لما سألوه عن تفسير قول الله سبحانه وتعالى وفاكهة وأبا، قال لهم يعني قالوا فقالوا له يعني ايه أبا؟ قال لهم ايه؟ قال لهم اي ارض، اي سماء تظلني واي ارض تخلني او تقلني انت كلمته في كتاب الله بغير علم. ما رضاش يتكلم في الكلمه دي يفسرها. ف قيس على كده السنه، هو فيش فرق كبير من القران والسنه، اللي فسر حديث على مزاجه، اللي يتكلم في القران في بتاع ويفتي بمزاجه ويفسر في القران بمزاجه، ده طبعا بيحصل بشكل شائع. انا ضربت لكم دلوقتي مثلا الامام حسن البصري وهو من هو في العلم، بس ربما يكون في بعض ايات اجتهد، ما كانش يعني على اجتهاده هو، واظن ان الله سبحانه وتعالى غفر له لانه صاحب منزله كبيره ومن كبار عمال التابعين مشهود له بالفضل والعلم والزهد. لكن ابن سيرين قال له ايه؟ كان ابن سيرين كان امام عصر في تفسير الاحلام، قال له لان هو كتب، شافه بيكتب القران على زهريه، القران بيتكتب على زهريه، القران بيتكتب في الالواح في الاوراق، كانوا بيحطوا في غير مكانه، فقالوا انت بتفسر القران برايك واتقي الله ما تقولش كلام في القران من غير رايك. فانت حاجه في منتهى الخطوره. فده يعلمنا ان احنا ما نتكلمش خالص الا بعلم، سواء في كتاب الله او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا، ده في حديث ثاني كمان رواه الامام البيهقي والامام الطبراني وغيرهم: من تكلم من فسر القران برايه وهو على وضوء او هو على وضوئه فليعد وضوءه، يتوضا تاني، لازم يتوضا تاني. شوف قد ايه. فطبعا انا حبيت اقول لحضراتكم الاحاديث دي لها في منتهى الخطوره، عشان كل واحد قبل ما يفكر يتكلم يمسك نفسه: لا تتكلم في كتاب الله، لا تتكلم في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفتي بغير علم، انا والله لو حد سالني في حاجه ببقى مرعوب بترعش وانا حد بيسالني في حاجه، وفي مساله اكون عارفها كويس
ولو انا شاكك فيها بقول استنى لما ابحث وادور ارد عليك. فكل واحد يتقي الله ويخلي باله. طيب يا اول مساله دي ما تتكلمش في كتاب الله بغير علم، ما تتكلمش في سنه النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم، حتى لو كانت الايه واضحه قدامك لو انت ما قريتش تفسيرها قول استنى لما ارجع. انا هكتب لكم الحديث دي في الوصف، ان شاء الله هذا الكلام مشروع. قول قولي هذا، استغفر الله.